جاوني قبل ما يروح. دكتور رياض المالكي الذي يؤدي كما تعلمون زيارة رسمية إلى تونس. أكدنا مرة أخرى وقوف تونس إلى جانب الشعب الفلسطيني في سعيه لتحقيق استرجاع حقوقه الوطنية وإقامة دولته المستقلة. أمضينا كما تعلمون منذ حين اتفاقية لإنشاء لجنة مشتركة تونسية فلسطينية ستكون الإطار القانوني لتحديد مجالات التعاون بين البلدين والعمل في إطار شراكة متكافئة لمصلحة الشعبين الشقيقين. عندما تتحدث تونس كأنها تتحدث فلسطين، وبالتالي نحن نقدر ذلك كل التقدير للدبلوماسية التونسية، لوزارة الخارجية، للحكومة، للشعب ولدولة تونس على هذا الموقف الداعم المناصر والمؤيد الثابت والدائم والقوي. نقطة الاندفاع القوية ستكون من خلال تفعيل هذه اللجنة الوزارية المشتركة التي للتو قمنا بالتوقيع عليها، ونأمل إن شاء الله أن تنعقد الدورة الأولى بأسرع وبأقرب ما يمكن، وإن شاء الله أن تكون ذلك في فلسطين. والله يحيى لما يحدث، احنا كدولتين عربيتين يعني بطبيعة الحال يعني نتابع بكل انشغال ما الوضع في الخليج والقرارات الأخيرة التي اتخذت، ونأمل أن يمكن يعني حصر هذا وتجاوز هذه الأزمة. العالم العربي يعرف العديد من المشاكل ومن الإشكاليات، ونتمنى أن يتوافق الإخوان في الخليج لتجاوز خلافاتهم ولإيجاد حل يرضي الجميع. يعني بصراحة لا نريد مزيد من التفرقة ولا نريد مزيد من الأزمات. يحزننا ما حدث، نأمل أن تكون هناك الأصوات الحكيمة والعاقلة هي التي سوف تتمكن من إعادة اللحمة ما بين هذه الدول الشقيقة الخليجية العربية، وإن كان هناك أي إمكانية لأي عمل يمكن أن نقوم به أحادياً ثنائياً ضمن منظومة جامعة الدول العربية فلن يتردد أي منا في مد يد العون والمساعدة، تدخل لصالح رأب الصدع، لصالح إعادة العلاقات إلى ما يجب أن تكون ما بين الإخوة والأشقاء استمرار.